التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة دلوقتي. بعد ما البنات كلها اتجوزت لازم اشوف لك عريس. انت حكيتي له؟ ادي انا جبت معايا حاجه حلوه. فين دي؟ هنا. يعني هنا انا حامل. وانا اتغيرت ايه؟ كلنا بنتغير يا ادم. لا انا اقصد يعني انا كنت وحش وبقيت حلو، ولا انا كنت حلو وبقيت وحش، ولا انا خارج ولسه خارج. منى تبقى بنت اختي ولسه منقول عندنا الكليه. وازاي ما تقوليش انا على الموضوع ده؟ انا ما كنتش حابب حد يعرف اصلا. عشان في راجل تاني ما بيني وما بينك يا يوسف. نديم بالتحديد. لو انت محتار يعني انا بتكلم على ايه؟ يلا اتفاجئ. الراجل اللي يكلم مرات صاحبه من وراه ويصارحها بحبه ويقول لها وحشتيني وكلام العشاق ده يبقى راجل واطي. يعني عشان هو اخوك راجع تقوم انت تسيب البيت وتمشي؟ طب ما هو يا ابني بيتك زي ما هو بيته وليكوا فيه قد بعض. انا حر، قلت مش هقعد معاه في بيت واحد، يعني مش هقعد معاه في بيت واحد. لحد امتى هتفضل تتعامل ان هو مرجعش؟ عشان خايف انا ابعد تقوم تجيب عيل. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا اتفقنا ان انت ما تخلفيش يا حبيبه. لا خلاص صدقك. عارف ليه؟ لان انا من يوم ما عرفتك واي حاجه بتقولها لي بصدقها. اي وعد بتيجي توعدني بيه بشتري. بس خلاص ما ينفعش الوعود تبقى كلام، خصوصا ان كمان شويه هيبقى في عيل انضف له يشوف ابوه مهندس مش قسطة وبس زي خاله. ممكن أكون وسخ زي ما هي شايفاني، بس لسه جوايا حاجة نضيفة، هي إن أنا بحبها. أنا بحبها أكتر من اللي هي ممكن تكون متخيلاها يا نديم.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Minna. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا منة. سنة حلوة يا جميل. يا رب الهدايا تكون عجبتك. دي احلى هدية جات لي يا دكتور. ده كفايه انا حرانك جيتي. لا ازاي بقى؟ احنا خلاص اتفقنا انك زي اختي الصغيره. طب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه ومش تزعلي مني؟ قولي. انا والبنات اما حضرتك جيتي خدنا لنا شويه وقت كده على ما عرفنا دي انت. مفهوم طبعا. ده انا بتهيألي ان حتى دكتور سعد ما عرفنيش من ساعه ما جيت لحد ما مشي. طب انا ممكن اقول لك حاجه تانية؟ قولي. بس مش كل شويه تستأذني. عشان انا عملت نيولوك بس لسه خلقي ضيق. هو خاله له علاقه بالنيولوك ده؟ لا بصي انا حتى اخواتي مش مسموح لهم بالمساحه دي في الكلام معاه. انا اسفه. مش قصدي. بصي هو انا مش عارفه اذا كان لي علاقه بالنيولوك ولا لا، بس انا عارفه ومتاكده انه ليه فضل في تغيير كبير في حياتي. الحقيقه أنا مديونة له الاعتذار. كنت دايماً قاسية في ردود أفعالي معاه. يعني حضرتك بقيتي بتعامليه كويس از اعتذار؟ وهو أنت شفتيني بعامله مش حلو فين؟ حضرتك لسه قايلة. يعني هو ما كلمكيش عني خالص؟ خالص. هو الخبر وصلك؟ وهو انت شايف ان خبر زي ده ما كانش ينفع يوصل لي؟ ماشي يوصلك. هتعملي ايه بقى؟ هتخليني اروح اعتزل عدوي؟ يا حبيبه لازم تفهمي ان انت وعدوي ان حياتي ومستقبلي مش هتدور حوالين الورشه. وانا ما بتكلمش على عدوي. انا بتكلم على حياتنا احنا الاثنين ومستقبلنا احنا الاثنين. انا لما جيت هنا جيت علشان اطمنك وتطمني. والاول كنت خايفه من اهلك. بس دلوقتي انا خايفه منك انت يا ادم. هي وانت عاوزاني اطمنك ازاي؟ ما اعرفش. ومش المفروض ابقى عارفه يا ادم. والنبي اوعي تقولي له ان انا اشتكيت لك يا ايه. حياة اغلى حاجه عندك. أنا بس بقى محتاجة أفضفض عشان أنا فعلا الفترة دي بقيت خايفة جدا ومش لاقي حد اشتكيله. أيوة أنا مش فاهمة أنت خايفة من إيه دلوقتي. الأول آدم لما كان بيكون مخنوق ومتضايق كان بيجي يقعد في حضني ويفضفض لي، بس دلوقتي أنا شايفة قد إيه هو مخنوق مش بيتكلم. يبقى أكيد مخنوق مني صح؟ لا طبعا أنت عبيطة. مش صح طبعا. ادم لما بيبقى مخنوق من حد بيروح بيقول له في وشه. هو مخنوق من نفسه اليومين دول. نقوم نعمل بجنجان دلوقتي كله يبقى تمام. احمد يلا قوم الدنيا قربت تليل. احمد يلا قوم. الدنيا تليل. قوم علشان الناس بتصحى بالنهار. وحياة أمك. وحياة أمي وأمك. إيه يا بنت مالك تحترمي نفسك؟ لما تحترم نفسك أنت الأول، يلا اصحى لي كده وفوق لي. شجعنا وسكرونا ولا مالك يا موسى؟ مسعد هيجيب حد تاني غيرك يكتب لي الفيلم. وعلى فكرة خلاص ما بقاش عندي أي حجة تانية أقولها له. الراجل عايز يدخل يصور أول الشهر. ليه بقى ان شاء الله الاستعجال والدقه في المواعيد دول ليه يعني؟ عايز الحق مهرجان كام؟ والله انت شايفه كده مستعجل؟ ده احنا يا راجل بقالنا شهر بناكله الهوا. ده انت ما فكرتش تكتب حرف واحد من السيناريو. وقال ايه؟ فاكر ان انت كتبت له نص السيناريو؟ ده غير بقى لما بيكلمك بيلاقي التليفون مقفول يا اما متدهول على عينك. هو بقى اللي فيه 24 ساعه يعني؟ هو حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه.
على الاقل بيشتغل بالنهار وبيدهو لاخر الليل. وبصراحه كده الراجل عدى العيب وزياده، مضانا وعربنا وجاب الممثلين والمخرج، ما فضلش غير الورق. ساعتها هنعمل ايه؟ هنديله ورق ابيض. وعلى فكره هو كلمني ومسافر، رجع كمان اسبوع، عايز السيناريو يبقى خلصان، يا كده يا هيصرف نظر عن الموضوع. وانا بصراحه الفرصه دي مش هضيعها من ايدي ابدا مهما كان الثمن. اه صاحبه البيت جايه تاخد الايجار، ابقى حضره. بجد الناس اللي ما بتحسش بالمزيكا بتصعب عليا. حاسه ان انا طايره، حاسه ان انا جامده ومتفائله وعايزه احل مشاكل اي حد. انتوا مشاكلكوا بقت كتير ولا ايه؟ انجي بتحصلني وبتطلق، وادم مكفر مراته، ومراته تعبانه من اكتئاب الحمل، وفيفي بقت نوزه ومحدش عارف يكلمها. لا لا كارثه. مين تاني؟ احمد سايب البيت وشهيره بتشتكي لي، سو امي بقت بتجيلنا ضيفه مقضيها مع سلمان. حتى بسيمه مش بشوفها عشان بين عندنا وبين مامي، وسلمان اللي هو لذيذ وكل حاجه يعني، بس مش ابوه. بس دي مو صحه نفسيه خالص دي. ما ده اللي انا بحاول اقوله لك، المزيكا مش محسساني بكل ده، مش حاسه بحاجه، قادره اتعامل معاهم كلهم من بره وعايزه احل لهم مشاكلهم. بالمزيكا بقى واليوغا واللايف كوتشنج كلاسز. وانت متشكرين يا عم، ما عملتش حاجه. كفايه ان انت رجعت صاحبي، ده لو ما كانش حصل كان هيبقى عندي ازمه بجد. ممكن عشان دي مشكلتك انت، بس مشكله ماما انت قادره تتصرفي فيها عادي وتتعاملي معاها، بس عشان مش بتاعتك انت يعني. ممكن مش عارفه، بس ما اظنش. انت ايه اخبارك؟ احكي لي عن نفسك شويه. تعال نتمشى. انا كويس، ما عنديش جديد يعني، ما فيش كوارث. ايه اخبار هيلدا؟ تمام، ما اعرفش عنها حاجه. يعني ايه؟ يعني سيبنا بعض. يا سلام. طب تعالى ناكل حاجة حادقة بقى. ايه؟ بلح الشام. بلح الشام ده حلو باين؟ حلو؟ اه. التاني اسمه ايه؟ كان حمص الشام مثلا. بلح الشام. طيب. اوكي باي. هناكل حمص الشام. باي. اتفضل. ممكن اعزمك على العشاء عندك؟ ما كنتش عارفه ان حضرتك هنا. بتعملي ايه؟ انا طالعه لك عشان ما تقوميش بالسرير. يلا يا حبايبي اتفضلوا بالهنا والشفا. لو عوزتوا اي حاجه اندهوا بس وقولوا يا جزر، وشوفوا بقى مين اللي هيسال فيكوا. عامله ايه دلوقتي؟ انت عارفه وانا حامل في ادم حصل لي نفس اللي حصل لك بالظبط. الدكتور قال لي لازم افضل نايمه على ظهري، متعب من يومه. تعبك انت كمان ولا عقل على ايدك؟ هو عصبي بس انا عارفه انه من جوه طيب وحنين. عصبي ومجنون وكل شويه بشخصيه مختلفه، وانا ببقى لسه مش عارفه اتعامل معاه زي ما انت لايسه كده بالظبط. على فكره انا مش فتانه، انا عندي 5 ولاد بس عايزه اعتبرهم 6. الخمسه اللي قبلك لما كانت حاجه بتضايقهم كانوا بيجوا يحكوا لي، بس خلاص بطلوا العاده دي، حاسين انهم كبروا عليا. لو عايزه بقى تعوضيني عن الاحساس ده يبقى كتر خيرك. ولازم تعرفي اللي هيتقال بينا مش هيخرج بره. يا ستي اعتبريني وحماته هو مش حماتك انت. طيب هو ممكن حضرتك تقربي عليا احضنك
عشان انا خايفه اقوم فاكب الاكل على السرير. لكن لو اتبلق على السرير بسيمه هتعمل لنا مشكله. مالك؟ شربت كتير. انا مش عايز ارجع زي الاول اشرب كتير. متضايق على احمد. عمال يجري وراه. هو عمال يستخبي مني. بصراحة أنا نفسي تلاقي أحمد وبلاك يرتاح. بس يعني التور اللي كل يوم بنعملها كلوبز دي عجباني. هو أنت صاحبك فين؟ لا ما أنا سكتها موضوع. سبتيه؟ لو كنت كملت معي كنت هبقى بضحك عليه. ده طبعا عشان انت ما عرفتيش تحبيه. لا عشان بحب واحد غيره. وغير ده اللي هو انا مش كده؟ عشان كده بطلت ترد على حبيبه. بطلت تسالي عنها. وتاكدي عليا ان انا ما اقولهاش ان احنا خارجين. أنا من حاولت أحبك زي أخويا بس ما عرفتش. أنا عمري ما عرفت أبطل أحبه. بس ده مش من حقك. ولا من حقي. لا. لا أنت عايز تبقى معايا أنا. عارف بدليل إيه؟ بدليل إن أنت كلمتني النهاردة عشان ننزل أدور معاك على أحمد. وبدليل برضو ان انت بتسمع كلامي لما انا قلت لك ما تقولش لحبيبه ان احنا بننزل سوا. عشان اوسخ. ليه يا إبال؟ اسافر فين يا عبد السلام وسط اللي احنا فيه ده؟ اللي هو ايه اللي انتوا فيه؟ احمد مش عارفين هو فين، وانجي بتتطلق، وادم عنده مشاكل مع مراته. يعني انت لو ما سافرتيش هتعرفي اراضي احمد فين؟ ولا هتمنعي طلاق انجي ولا مشاكل ادم هتتحل؟ ما اقدرش ابعد. لو سافرت هموت من القلق. انا هنا قريبه منهم. لو احتاجولي في حاجه هبقى موجوده. طب لو انا احتجتلك؟ انا جوزك. كل الناس واخدين معاهم مراتهم في السفريه دي. عايزاني اسافر وبعازب في وسطهم وانا متجوز؟ طب ناجل السفريه شويه. اجل السفريه يعني ايه؟ ده فرح بنت الشيخ. اديك قلتها. فرح يعني مش مسألة حياة أو موت. الراجل ده في بيني وبينه بيزنس كبير جدا، والمجاملة جزء من الشغل. طب افرض إن حصلت ظروف، افرض إن أنا عيانة، هتسفرني وأنا عيانة؟ بس أنت مش عيانة يا بان، ومفيش ظرف قهري، الولاد على عيني وراسي. بس المفروض إن أنا كمان أبقى مهمة عندك. أنا ناقصك أنت كمان دلوقتي. الله يسامحك يا
ازيك يا يوسف؟ انا كويس، كويس قوي. مش انت متخيله ان انا كويس برضه؟ مالك يا يوسف؟ ايه وايه الحاجه اللي ما ينفعش تستنى اللي خليتك تيجي دلوقتي حالا؟ يعني انت مش متوقعه؟ والله الحاجه الوحيده اللي انا متصوراها ومتوقعاها دلوقتي هي ورقه طلاقي، وما كنتش عايزه اسن عليك علشان انا عارفه ان انت عندك كارثه بتحاول تحلها. كارثه ايه؟ دي النديم. دي النديم خلاص كله تساوى. ايه؟ ده محضر رفض الشراكه والمخالصه. اتفضلي اتاكدي بنفسك. انا مش فاهمه حاجه. بناء على كل ما سبق وبموجب هذا المحضر الموقع من الطرفين وكل ما تحتويه من شروط وبنود، يعد المحضر بمثابه اعلان فض الشراكه بين كل من الطرف الاول والثاني، ليصبح المشروع المذكور هو ملكيه فرديه للطرف الاول دون سواه، دون وجود اي التزامات قانونيه او ماديه على الطرفين. وادي امضته على كل ورقه. تمام. انت سددت بقيه الفلوس؟ انا اديته كل اللي كان معايا اللي هو ما يجيش ربع المبلغ. طب والباقي؟ او انت يا انجي رحتي لنديم بعد ما اتكلمنا؟ اه. ليه يا انجي؟ مش انا طلبت منك ما تروحيش؟ كنت لازم اروح عشان انا متاكده ان اللي نديم كان بيعمله ده مقصود بيه انا مش انت. امال بتساليني ازاي بقى من اللي سدد بقيه الدين؟ انا ما سددتش حاجه. المحامي نديم هو اللي كلمني وجالي، هو اللي اداني المحضر وقال لي ان نديم سافر وساب لي معاك الجواب ده. يا ريو ما فيهوش اسرار خالص. صديق كريم يوسف، انا بعرف انك بتفاجئ ومش فاهم أنا كيف وافقت أنهي كل شيء رغم التزاماتك المادية لإلي، بس السيدة زوجتك المصون عملت الواجب، إجت لعندي وسددت لي باقي المستحق بطريقتها الخاصة، الطريقة اللي أنت رسمت لها إياها ورسمت لها أول خطوة فيها، لأني أنا رجال صاحب مزاج مثل ما أنت بتعرف، فأنا بعد ما انبسطت من طريقة دفع المدام قررت أني يكون أكرم منا ومنك. شكرا لإلك ولإلها، ولا لقاء جديد لن يحدث ابدا. ليه يا انجي؟ هو انت مصدق الكلام ده؟ امال هو ليه يتنازل فجأة عن كل الفلوس وما يسجنيش؟ عشان حيوان وكذاب وحقير. بس انت قلتي لي انك رحتي له. هو انا عشان انا رحت له معناها ان انا عملت كده؟ امال هو ليه هيقول حاجة حصلت وهي ما حصلتش؟ طب وانا اعمل كده ليه دلوقتي؟ وكنت عملت كده بقى من زمان. طب بلاش. طب انا ليه ما طلقتش منك ورحت اتجوزته؟ طب فهميني هو ليه يتنازل وليه يقول الكلام ده في الجواب؟ عشان هو حصل فعلا. كنا متفقين ان احنا مش هنقول لك، بس هو طلع واطي وقال لك. وليه دلوقتي يا انجي؟ تعبت عليا، اما حسيت ان انت ممكن تتسجن بسببي رحت له وعملت معاه الديل دي قصاد دي. وانت متخيل ان ده هيرضيني؟ ما انا قلت لك احنا اتفقنا ان احنا مش هنقول لك، بس اهو اديك عرفت دلوقتي. انا مش عايزه اي حاجه خالص غير ان انت تطلق. وبصراحه انا شايفه بما ان الموضوع اتحل انه مفيش سبب ان احنا ناجل اكتر من كده. بس ما كانش نفسي ان ده يكون التمام. بس انا دلوقتي مقدرش ابص في وشك تاني، مش هقدر احترم نفسي. لا هتقدر تحترم نفسك، تلاش مش لازم ان انت تبص في وشي تاني، عشان انا مش عايزه ابص في وشك تاني. طلقني يا يوسف دلوقتي.
كان نفسي نعرف نعدي الموضوع ده، بس واضح ان دلوقتي هيبقى صعب. انت طالق ايه؟ جبت فلوس؟ المكنة فاضية ما فيهاش رصيد. يعني ايه؟ يعني بكرة الصبح هروح البنك اشوف اكيد في غلطة في رصيدي. ده ما تقلقش، مفيش غلط ولا حاجة. وانت ناسي من يومين كنت بتهفلط مع الواد وائل، كنت بتقول ان رصيدك بقى في مهب الريح. طبيعي، ما هم الهباب اللي بتدفعه. انت هتحاسبيني بقى وتعملي فيها المدام ولا ايه؟ لا، المدام دي تبقى صاحبه البيت اللي بتزن على ايجارها، اللي سيادتك المفروض تدفعه. خلاص بقى يا ليلى، تبقي حاسبيها انت كده، انت هتحاسب. ليلى جبرت خلاص، ولا معاها ولا تقدر تتصرف. وانت لو كنت استرجلت لك كده وكتبت لك خمس ست مشاهد، كان ساعتها هيكون لك عين تطلب اي دفعه من الراجل اللي جاي كمان يومين. دفعه؟ ده اصل انا يعني مضيت بص مليون جنيه؟ ده انا هحكي عليا ومضيني بملايين. ده ايه الجبروت ده يا اخي؟ ده على اساس ان انت كان ليك سعر قبل كده ولا ايه؟ ولا باماره الثلاث ورقات اللي انت كاتبهم؟ ها؟ ده انا اجيب لك اي تلميذ في سنه ويكتبهم لك يا عم الاديب. بتتكلم نفسك يا بنت انت؟ بتتكلم معايا كده ليه؟ سيبني نفسك كده والله العظيم، وقول بخيتك ومكيش وش تاني. لو النبي يا سبعي، ده انا من غيرك اضيع. بقول لك ايه، انا خلاص جبت اخري منك، انت بقيت واقف عليا بخساره. مالك بتنحني كده ليه؟ ما تاخدني صوره. يلا حبيبي طريقك اخضر. يلا بابا، يلا بقول لك هش من هنا. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي طابور بقى كتك داهيه. يلا غور. اشتمني يضربني بس اتكلم معايا. انت بتعمل كده ليه؟ انا لسه عايش، انا ما متش. ليه بتضحك على نفسك؟ عشان انت بالنسبه لي مت، ما بقتش موجود. ما فيش واحد ما بيرجع الحياه تاني. ليه بتعمل كده يا احمد؟ عشان انا مت مليون مره بسبب اني كنت حاسس بالذنب. كنت سافر لجرارك، كنت بموت وانا مش عارف ارجع للحياة وانت مش فيها، ولسه مش عارف ارجع، مش عارف ارجع. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اموت نفسي بجد؟ انت بالنسبة لي مت بجد، انت بالنسبة لي هوا. Thank you.
وعذابي حب ووجعي قليل إحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيو ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته مفيش ده فكرة وده بايع بالفكرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة وخاك ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا من قلبك وخطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته يا فكرة وده بايع بالفكرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة وخاك ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا من قلبك وخطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته مفيش جاب ذكرى وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني ضحكتنا
يا بيكره وده بقى.